مرحبا، هذا فيديو من أهم الفيديوهات بصراحة اللي تخليك تقدر أنك تدخل الحوارات والنقاشات بأحسن صورة ممكنة وتحسن من جودتها بشكل كثير كبير وتطلع منها بأحسن نتائج وما تقرفنا بحواراتك. جاسر مصطفى، J-Talks 101 Things I Have Learned From TED Talk Videos. فخلينا نبلش. هذا الفيديو اسمه 10 Ways to Have a Better Conversation، وهذا الفيديو عليه 11 مليون views. It's an 11 million views video أو TED Talk video by حدا اسمها كلست أو كلست هيدلي، اسمها موجود على الفيديو فأنتوا قرأوا لحالكم. المهم بصراحة حدا كتير لطيف وحباب. وخلينا نكمل. هلأ بما أنه أهم مهارة نحن لازم نتعلمها بالقرن 21 اللي هو القرن اللي احنا فيه هلأ هي مهارة المحادثة والتواصل والكوميونيكيشن، فهذا الفيديو معمول عشان هذا الموضوع. النقاط اللي حكيها هلأ هي النقاط اللي هتساعدك أنك أنت تطلع بأحسن نتائج. أول شيء لازم نعرفه أنه نحن أي conversation ندخلها أو أي محادثة ندخلها أو أي نقاش ندخله لازم نوازن بين أنه نسمع وبين أنه نحكي. ما نقضيها وبعدين ما نترك مجال لحد يحكي، لا برضك أعطي غيرك مجال يحكي بعدين تأخذ مجالك وحكي، ما تجننا. ثاني شغلة من الأشياء اللي كثير مهمة اللي قبل ما أدخل في أهم 10 نقاط لهذا الموضوع، انسى كل النصائح اللي انت قرأتها والفيديوهات اللي انت سمعتها عن موضوع انك انت لازم تبدي او تشتغل على ابداء الاهتمام في المحادثة اللي انت داخل عليها، او انك انت تبدي الاهتمام بالشخص اللي قاعد تتحدث معه، او انك تكون مبتسم له طيلة الوقت، او انك تكون مركز معه، او انك تكون مستمتع بالمحادثة معه. كل هذا you are faking كل هاي الاشياء as long as انه انت محتاج انك انت تبدي الإفورت أو تبذل الإفورت لحتى تظهر هذا الاهتمام فأنت مش مهتم، فما فيش داعي اطلع من المحادثة نفسها خلاص. thank you واحمل حالك وروح، لأنه لو أنت فعليا مهتم بهذا الموضوع فأنت ما فيش داعي أنك أنت تتعلم كيف تبدي هذا الاهتمام، لحاله راح يبين عليك. اتفقنا معلم؟ ومن هون خلينا نبلش بأهم 10 نقاط to have a better conversation لحتى يكون عندك نقاش أفضل. أول نقطة من النقاط اللي نصحتنا فيها الأمورة هيدلي دونت مالتي تاسك. شو يعني مالتي تاسك؟ انك تعمل اكثر من شغله مع بعض بنفس الوقت، لكن المقصود هو مش انك انت ما تمسك تلفونك، مع انه انا بنزعج اذا كنت احكي مع حدا وقضى على التلفون، ومش انك انت ما تمسك اللابتوب او انك تحط كل شيء على جنب وتقعد مركز معه هيك، لا، الفكره في الموضوع انه انت ما تقضيها تفكر لي بألف قصه ثانيه او ألف موضوع ثاني مختلفين تماما عن موضوع المحادثه اللي انت قاعد تتحدث مع الاشخاص فيها. حاول انك انت تكون موجود بهذا الموضوع اللي انتوا عم تحكوا عنه. سو دو نوت مالتي تاسك، فعليا كون حاضر وحضورك خليه يبين ويظهر في الميتنج أو في الكونفرسيشن. والنقطة الثانية اللي كثير مهمة بتحكي لك قولت pontificate، وإن شاء الله أني أكون حكيتها بصورة صحيحة، يعني أنك أنت لازم تدخل على الكونفرسيشن أو على اللقاء أو المحادثة أو النقاش عارف أنه الناس هدول لهم آراء ولهم شخصيات ولهم input على الإشي اللي أنت قاعد تحكيه، يمكن يقبلوه يمكن ما يقبلوه، فلازم تكون جاهز لهذا الموضوع. وأكيد هدول الناس على الأغلب راح يناقشوك وجهة نظرك أو حتى يرفضوا وجهة نظرك، فأنت لازم تكون داخل على هالكونفرزيشن مجهز حالك تعطي مجال لهذا الموضوع، مجهز حالك أنك أنت تكون عارف أنه أي كونفرزيشن أو حوار أو نقاش أنت قاعد تدخل عليه أنت داخله لحتى تتعلم أتليست شيء واحد جديد، وهذا لمصلحتك ولمصلحة الموجودين ومصلحة الوطن ولمصلحتي أنا شخصيا عشان ما تقلد سمعنا. ودائما أكيد حط في بالك أنه كل شخص أنت بتقابله هو فعليا أتليست خبير بشغلة واحدة على الأقل أو في مجال واحد على الأقل، وأنت داخل تتعلم منه لأنه أكيد هذا الشخص خبير في هذا المجال أكثر من معرفة معاليك. رقم 3 من الأشياء اللي كثير مهمة في الكونفرزيشنز أنك أنت تستخدم الأسئلة المفتوحة، ما تستخدم أسئلة كثير محصورة. وهذه الأسئلة بتتمثل مثل متى، وين، كيف، وليه، فهدول الأسئلة كثير مهمين. مثلا لا تسأل واحد انه حاسس بتعب كثير بعد شغلك، او تسأل كان الاكل كثير زاكي. هدول الاسئلة اللي من هذا النوع راح تعطيك اجوبة كثير قصيرة، راح احكي لك في الحالتين او لا في الحالتين، وتخلص الكونفرزيشن وتلاقي حالك في جوا دارك بوكس فعليا انت مش قادر تطلع منه ومش قادر تبلش تو انيشيات محادثات جديدة، وراح تسكتوا الاثنين وراح تزعقوا من بعض
تطلعوا من الكونفرزيشن كرهانين بعض وكرهانين الكونفرزيشن اتسلف. لكن لو سألته كيف كان شعورك اليوم بعد ما خلصت شغل او خلال ساعات العمل اللي انت اشتغلت فيهم، هون راح يبلش هو يدخل بتفاصيل، راح يحكي لك انه والله رحنا اليوم الصبح على الشغل صراحه بعد ما شربت كاسه قهوه لا حسيت حالي صحصحت وبلشت بدي انتج، ولكن صراحه خلال الشغل راح يدخل بتفاصيل كثير انه اجاني والله البوس تبعي وما كان كثير لطيف معي فانا تضايقت يعني راح يدخل بهذا التفاصيل. بعد ما خلصت شغل كنت كثير 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 تعبان. شوف انك انت اخر جمله هي جواب الآه اللي كانت هناك، فانت حاول انك انت تفتح مجال الأسئلة لإجابات أعلى وأكثر وأطول. هلأ وبرضو السؤال الثاني تبع الأكل، ما تسأله كان الأكل زاكي كان الأكل سيء، لا اسأله كيف حسيت طعم الأكل أو كيف كان الأكل أو شو حسيت وانت بتاكل. هدول الأسئلة هتعطيك مجال انك انت تدخل في ديسكريبشن كتير طويل بدل انه يكون ولا وينتهي الحوار اللي انت عم تحكي فيه. النقطة الرابعة نقطة كتير مهمة، go with the flow، يعني اذا بنترجمها حرفيا اتبع التيار أو اتبع التدفق، انسى شو ترجمتها الحرفية. خلال conversations في أفكار راح تدخل على رأسك، وفي أفكار هذا اللي بتدخل على رأسك راح تخليها برضو تطلع من رأسك، مش تدخلها وتطلعها من غير أي شيء لا، لكن هي بتدخل على رأسك فلازم تكون سمعتها، لما تطلع من رأسك لازم تكون أنت حللتها وفكرت فيها وعطيت your input على هاي الانفورميشن أو على هاي الأفكار اللي عم تدخل على رأسك. ودو not block yourself أنك أنت فجأة تفكر بإشي تاني، إيش والله أكلت مبارح أنا اللي ما كان عاجبني الأكل، هو أصلا الحوار عن ذراع المجرة أو عن شغلك الهندسة أو whatever. لا حاول أنك أنت تضلك مركز وتسمع فعليا شو عم بدخل لراسك وتحكي فيه مع حالك وتطلع، وهاي البروسيس مش تاخد 6 ساعات وباللي والله قاعد بحلل بالأفكار، لا أنك أنت تكون عادي real time rendering، يعني في أشياء عم تدخل براسك وعم تحكوا مع بعض عم تاخده وتعطوا فعليا. ودو not block yourself، فجأة تبطل تسمع شو عم بنحكى وتفكر مواضيع تانية، وفجأة تصير لك تجاوب على الأشياء اللي انحكت قبل شوي، يعني ما تخربط لنا الدنيا، بعرف تركز ولا تتنح وخليك معانا في الكونفرزيشن وخلي الموضوع يمشي بسلاسة كتير كبيرة، واسمع للآخر وخد وقتك في الإجابة وفي توضيح أفكارك، وخلي الكونفرزيشن تكون healthy as much as possible عن طريق إشي أنا حكيته في فيديو سابق، إنه احكي في الوقت الصح واسمع في الوقت الصح. It is a timely task، إشي متعلق بالوقت صراحة، متى تحكي ومتى تسمع. اللي هذا الفيديو اللي حكيت فيه انا هذا الموضوع، قولي شو كان هذا الفيديو، شو كان اسمه الفيديو اللي انا حكيت فيه هذا الموضوع تبع احكي صح اسمع صح. النقطه الخامسه فعليا برضو حكيتها في واحد من الفيديوهات السابقه، اذا في اشي ما بتعرفه فبشرفك بالله عليك احكي ما بعرف، عادي احكي ما بعرف، لانه هيك راح يبين عليك انك ما بتعرف لما تبلش تفتي، فلا تفتي، خليها تيجي منك انك ما بتعرف احسن من انه احنا نلقطك ونقول لك انه انت ما بتعرف، يعني ما في داعي. إذا في إشي ما بتعرفه بحكي I do not know. النقطة السادسة من النقاط برضو المهمة أنا أعتبرها أنك أنت لا تقارن ولا تخلط ولا تدمج خبرتك وتجاربك بخبرات وتجارب الناس اللي معك طرف في المحادثة. إذا حكى لك موقف معين ما في داعي تذكر أنت لما صار معك هذا الموقف كيف أنت كنت السوبر هيرو في القصة ولما دمرت المدينة كيف أنقذتها، لا كل واحد له تجاربه له خبراته الشخصية اللي حتى لو اسم الخبرة اتسلف هي نفسها عندك وعنده فأنتوا شخصين مختلفين، والسيركمستنسز اللي مريت فيها انت في هاي التجربة او العوارض او المحيطات او الاعراض او مش عارف شو ترجمتها، الاشياء المحيطة فيك في الوقت اللي انت مريت فيه بهذه التجربة مختلفة عن الاشياء اللي هو محيطة فيه لما هو مر في هاي التجربة. فلا تقريد سماء والله رحت اشتريت سندويشة فلافل وطلعت ما فيها فلافل، والله انا لما رحت على نفس المطعم المرة الماضية لما شريت سندويشة فلافل طلع ما فيها فلافل، بس انا والله عصبت عليه وحط لي فيها فلافل، انا مش مهتم بهذا الموضوع، انا قاعد بقول لك ان سندويشتي ما طلع فيها فلافل، انا لما درست والله كانت مغلبتني مادة ديزاين بس جبت فيها ايه، والله انا كل مواد الديزاين تبعي زين، خلينا حرب، احنا قاعدين نتناقش ونحكي قصص بنده، اقول لك مش ما حدش فارق معنى الريزلت تبع الكونفرزيشن، فلا تقردنا كل ما حدا يقول لك شغله والله انا لما سويت هيك صار هيك. ماشي، رقم 7 في الكونفرزيشن، حاول انك انت لا تضلك تكرر نفسك مش لشيء، لانه كثير ممل ولانه احنا ما عندنا وقت لانه قرفنا سماك، فانت لا تضلك تكرر 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 تكرر، خلص احكي الشغله مره واحده والله فهمناها وحياه الله فهمناها، انه انت حدا شاطر انه انت هذا شاطر انه انت هذا شاطر فهمنا لا تذكر. رقم 8 مشان الله ابعد عن السنوات والارقام والتواريخ والتحليلات والديتيلز، لانه اللي قاعد بيحكي معك هو مش مهتم في كل هاي الاشياء، هو مهتم فيك انت شو بتحب وشو بتكره وشو صار بالشغله الفلانيه،
أما والله إنه في السنة الفلانية في اليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني بالساعة الفلانية لما كان درجة الحرارة مش عارف قديش، لما كنا بعيد 30 سنتي عن مش عارف، ما حدا مهتم بكل هاي الديتيلز. بيطلع بالآخر إيش؟ والله دخلت أمي وجابت لنا الفطور وأفطرنا. طب خلاص ما دخلت أمك وجابت الفطور وأفطرته، ما تجننا في الديتيلز والتواريخ بشارفك، إلا طبعا إذا الحوار فعليا عن statistics أو تحليلات أو قراءات أو أرقام وتواريخ وبلا بلا بلا، ماشي ما اختلفنا. بس في الوضع الطبيعي لا تقرد سمعنا، وقف عوق وتكلم عدل، لا تجنن. والنقطة رقم 9 نقطة جدا مهمة، بي بريف، زي اختصر، زي ما أنا بختصر عليكم المواضيع أنتوا اختصروا علينا المواضيع. لا جد، حاول انك تكون مختصر للموضوع as much as possible، زي ما حكينا في النقطة اللي قبل، تبعد عن كل الديتيلز اللي ما لها داعي وتروح لصلب الموضوع. لا جد، حاول انك انت تختصر قد ما تقدر. ليه؟ لانه خير الكلام ما قل ودل، وايش بقول لك كمان، فليقل خيرا او ليصمت. وفي مقولة صراحة لأخت هدلي صراحة فايع اشي بجنن، تختصر عليك الموضوع، بتقول لك the good conversation، المحادثة الجيدة هي شبه السكيرت، التنورة القصيرة. شو الرابط العجيب؟ بتقول لك انه it is short enough، ترجمتها بحكي لك انه هي قصيرة بشكل كافي انه هي تثير الاعجاب، تثير الاهتمام وتشدك يا معلم، بس برضو it is long enough، طويلة بشكل كافي لحتى تغطي الببو. فبصراحة معاها حق، هذا الكونفرزيشن لازم تكون بهذا، كل الكونفرزيشنز لازم تكون مين سكيرتس، وانا اتمنى انه كل كونفرزيشناتنا تكون مين سكيرتس. بنروح للنقطه العاشره، وهي من النقاط او من النقاط، هي اهم نقطه فعليا في كل شيء. بعرض اختك اسمع، تعلم كيف تسمع، مش عم بهدل فيك، النقطه هي انه اسمع، يعني يو هاف تو لسن. وحاول دائما في الكونفرزيشنز، انا من وجهه نظري الشخصيه، انك انت تسمع اكثر من ما تحكي، وبعد ما تسمع احكي اللي بدك اياه. سو اسمع اسمع اسمع، لاحظ لاحظ لاحظ. وهذه صراحة المهارة من أهم المهارات وأصعب المهارات اللي أنت ممكن أنك أنت تكونها، وأهم واحدة، لأنه أنت إذا ما تعلمت تسمع راح تقرد سمانة، ولا حدا فينا راح يعرف يحكي أي إشي. فتعلم أنك تسمع علشان تتعلم، تعلم أنك تسمع علشان تفهم، تعلم أنك تسمع مش عشان ترد وبس، عشان ترد وتثبت وجودك، تثبت وجهة نظر. الملخص من كل اللي حكيته أنا في هذا الفيديو، تعلم أنك أنت تكون interested في كل الناس التانيين، وتحب أنك تسمع من كل الناس الثانيين، لأنه على الأغلب راح يكونوا ناس مهمين جدا جدا جدا، وعندهم إشي أنك أنت تعلم وراح تحب تتعلم منهم. لكن لأنه عطوفتك كثير حكي وبرام ودددددددد، ما راح تعطي مجال حد يحكي، ما راح تعرف أنه هذا الشخص مهم، وراح تكون حابب أنك أنت تعلم منه. وإذا ما بتعرف الصقر راح تشوي. هذا من أكثر الأمثلة اللي بيضغط على العصب التاسع، اللي أنا مش عارف شو مال أهله، اللي ما بعرف ما يشويه إيش ماله. ولا هون بقدر أقول لك إنه توتة توتة خلصت الحدوتة، تقدر تروح تحضر الفيديوهات السابقة وتستنى الفيديوهات اللاحقة، وعشان تعرف إنه في فيديوهات لاحقة راح تنزل، تقدر إنك تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وإنيبل نوتيفيكيشن بيل أو تفعيل لخاصية الجرس لحتى يطلع لك الإشعارات دائما على الفيديوز. وبتقدر براحتك طبعا تعمل لايك، تعمل كومنت، تعمل شير، وتحكي لي عن أهم المهارات اللي أنت بتشوفها مهمة كثير في محادثاتنا. وسلام.